مؤتمر صحفي لوزير الطاقة والمياه جبران باسيل تناول فيه موضوع فرص إنتاج الطاقة المائية في لبنان. للبنان فرص إنتاج طاقة كهربائية من المياه توفر على الدولة اللبنانية أكثر من 560 مليون دولار بحسب الدراسات التي تعمل عليها وزارة الطاقة والمسح الشامل للمعامل القديمة والأماكن المحتمل الاستفادة منها لتوليد الكهرباء. لبنان قادر على أعطاء نحو 282 ميجاوات من الطاقة بفضل المياه، إلا أننا لا نستفيد في الوقت الحالي إلا من 190 ميجاوات في أوقات الذروة. هذه الحقائق شرحها وزير الطاقة جبران باسيل في مؤتمر صحفي بناء على دراسة قدمتها شركة سوغريا وسيدرو بتكليف من وزارة الطاقة وبتمويل من الدولة اللبنانية. هلأ بتوزيع هالمواقع هيدي منلاقي أنه في كتير مواقع محتملة وبتبلش مثل ما أنا شايفين من تحت بأقل من 3 سنت، معناتها هيدي قدرة كتير كبيرة موفرة للدولة اللبنانية، خاصة إذا منقارنا اليوم مع كلفتنا. اليوم الدولة معدل كلفتها بالإنتاج الحراري عم بيكون 23 سنت وعم بيوصل ل 35 سنت بعلبك وصور، يعني عم نحكي عن 10 مرات أقل من الكلفة الحالية. باسيل الذي تحدث عن عمل الوزارة في توليد الطاقة الهوائية من خلال إنهاء أطلس الرياح وعن إطلاق أول أعلان نوايا من 23 شركة لإنشاء مزارع هوائية، أكد أهمية تأهيل المعامل القديمة وإنشاء سدود على مجاري الأنهار. المعامل الموجودة يلي مثل ما قلنا هي 190 ميجاوات قدرتها الحالية بترجع تتأهل لتاخذ قدرتها الكاملة، ينزاد 92 ميجاوات وتصير 282 ميجاوات. الشق الثاني هو الانشاءات الكهرومائية جديدة على الأنهر وعلى السدود. باسيل دعا الدولة إلى تأمين الاعتمادات لدعم هذه الدراسة المربحة اقتصاديا، كما توجه إلى الجهات المانحة وللدول الأجنبية للمساهمة بها، لأن هذه المشاريع مبررة بيئيا وماليا.